الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا فن أو صناعة الكونكريت. أنا عارفة أن هذا المصطلح ممكن يكون جديد جدا على كثير مننا وأنا أولكم بصراحة، لكن ضيفتنا لليوم في هذه الحلقة اللي تعددت من عدة مسارات في حياتها إلى أن لاقت نفسها في هذا المجال. تعالوا معي اليوم نتعرف على ذكرى خالد في مسار إجباري. ربما من أرقى أحلامك تزين بيتك على طريقتك، يكون في كل التفاصيل اللي بتشبهك، هو يعبر عنك وحتى عن طريقة تفكيرك. من خلال ديكور الكونكريت استطاعت ذكرى أن تجد ذاتها بعد عدة تجارب في تخصصات مختلفة. خليكم معنا. طبعا مشاهدين الكرام، احنا كلنا عارفين انه مصطلح الكونكريت ممكن يكون جديد علينا، لكن في المقابل في معانا نموذج اليوم لشغل كثير جدا من صناعة الكونكريت او ديكور الكونكريت. خلونا اول حاجة نتعرف على ضيفتنا اليوم ونتعرف معها اكثر على هذه الصناعة اللي خليني اقول بكل شغف وبكل حب وكمان جديدة نوعا ما. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. انا ما شاء الله تبارك الله حبيت جدا بداية، يعني خليني اقول لك انه شغلك من اكثر الاشغال اللي انا شفتها وانبهرت فيها بجد، بعيدا كل البعد عن جانب انه خليني اقول معرفة اكثر شغلها او تفصيل شغلها، لكن كلميني اول حاجة على شغلك وكمان على عنك او تصنيع المواد اللي انت حاليا بتعتمديها بشكل اساسي. اوكي، اولا انا اسمي ذكرى خالد، اشتغل هاند ميد مجال الكونكريت، طالبة إدارة أعمال، وهذا الشغل البزنس يعتبر شغلي الثالث بإذن الله في مجال بزنس. يعني الثالث كيف الثالث؟ يعني اشتغلت كذا مجالات في البزنس خاص بي، يعني كمجال العود مثل ما موضح هندش، مجال العودة محسن والطبيعي طبعا، ومجال الأزياء الهندية. اوكي طيب، بالتدريج لانه ما شاء الله تبارك الله في تفاصيل كثيره انت ذكرتيها لها علاقه بشغلك او مسارات حياتك. نبدا اول حاجه، انت اصلا كنت بتدرسي ايش في السابق؟ كنت ادرس لغه عربيه في جامعه صنعاء. اوكي، ومن اللغه العربيه انتقلتي الى الانجليش، ومن الانجليش انتقلتي الى اداره اعمال. اوكي اخيرا كونكريت. اخر شيء كونكريت. طيب وايش اللي صار، يعني ايش اللي عرفك على هذه الصناعه او على فكره الكونكريت؟ والله انا كنت دائما اسعى في عده مجالات، دخلت مجال خياطه، مجال تصميم ازياء، مجال مكياج ميك اب، مجالات كثير بس ما لقيت نفسي فيها صراحه. كنت بدرس طالبه لحد الان لازلت لعده اسباب، ظروف خاصه فيني طبعا ما قدرت اكمل، بس لما شفت الكونكريت صراحة لقطت الفكرة وعجبتني. يعني انت شفتيها في مكان معين ولا دخلتي على النت ولقيتيها صادفتي او كيف كانت؟ لا شفتها في احد الركن الخاص بالديكورات المنزلية في مول من احد المولات، فعجبتني جدا فبحثت عنها في النت، فلقيت انه في مجال او فن اسمه فن الكونكريت. بحثت في كل المجالات من الصغيرة للكبيرة، لما لميت بكل شيء خاص الكونكريت بعدها بدأت استوب أول نقطة في المجال والحمد لله. ما حسيتي إنه أحياناً نحن لما نلاقي حاجة تعجبنا في المحلات تستهوينا وتعطينا نوع ما فضول أو تعطينا جانب خلينا نقول استمرارية إنه نحن نعرف كيف تم تصنيع الشيء ده، بس بالغالب يجي لنا شعور إنه لا أنا أخذها من المحلات بتحتاج مني شغل، بتحتاج مني تعب أكثر. حسيتي ذا الشيء لما بدأتي في الكونكريت ولا لا أنا حاجة ممكن إنه أنا أطلعها من البيت وشغل فردي من دون أي مساعدة أو من دون حتى آلات أو شغل متعب أو ما إلى آخره؟ لا هو بصراحة دائما كان ديكورات المنزل هذه كانت دائما تجذبني في أي مكان أروحه، فحبيت إني أسويها كفكرة أولا لي للبيت، فتعرفت على كل شيء خاص الكونكريت أولا الديكورات اللي أنا حابتها. بعد كذا طبعا بوجه له تحية صاحب محل نوعا ما، نزلت أوريه الشغل والحاجات اللي أنا عملتها فعجبها جدا، فمن هنا بدأت إنه أتحمس إنه أوكي أبدأ هنا شغلي. لا أنا شغلي هذا ممكن إنه يستاهل إنه يعرض، مش شغلي ينحط في البيت ويموت في البيت زي ما أنا عارفة بعض الأحيان يعني مع الأسف. لكن أنتي لا، أنتي آمنتي بنفسك، وكمان بنفس الوقت لما نلاقي دعم أو نلاقي خليني أقول اهتمام من حد تاني يعطيني دافع إنه أنا أستمر أو إني أنا أبدأ أكثر. كم لك من لما بدأتي الشغل؟ أنا بدأت قبل 2024 بثلاث شهور، هذه اللي أنا بتعلم فيها أنا،
وأول يوم فتحت فيه الفكرة وفكرة البيع كان أول يوم في 2024. ما شاء الله، يعني وقت قياسي. خليني أقول الوقت ده ممكن يكون مش كفيل أحيانا للتعلم، لأ أنت ما شاء الله الآن تجاوزتي مرحلة وصرتي بتعلمي بنات. كلميني شوية عن الموضوع ده. في والله في كثير من العملاء يدخلوا يشتروا يعجبهم الشغل، فالكثير يقول لي طيب ليه ما تعلمينا، انا حابه، انا عندي يعني انا جالسه في البيت وحابه اني اشتغل يعني. فكذا واحده كلمتني بصراحه جاءت الفكره انه ليش لا، ما انا قادره وعندي الامكانيات. فاوكي كذا يعني واحده شجعتني، استشرت طبعا زوجي الداعم الاكبر لي الله يطول لي في عمره يا رب، فقال لي ما في أي مانع يعني ابدأي. فبدأت معهم الحمد لله، يعني حاليا بدأوا يشتغلوا بس مش عارفة صراحة هل تطوروا للبيع أو لا. أوكي، يعني هي كانت خليني أقول شغف للممارسات أو الاحتياجات اليومية اللي أنا بحتاجها، هدايا، شغل أنا حابة أن أنا أعرضه بالبيت. يعني ما شاء الله أنا اللي أعرفه واللي متوقعة أنه كل واحد فينا او كل وحده ايا كان بيحب ديكور معين في باله يكون في البيت. لما تكوني انت اللي بتصنعي الشيء ده وبتشتغلي عليه بيعطيك نوعا ما جانب اعتزاز انه كل حاجه في البيت، كل قطعه فيها انا ساهمت فيها بذوقي وبالنوع اللي انا بحبه. ماده الكونكريت او الديكور هذا الخاص فيه هو عباره عن ايش بدايه؟ يعني خليني اقول لما بسمع اسمها بتكون غريبه نوعا ما على المسمع لاول مره، لكن لو بتعطيني لمحة شوية عنها. والله مادة الكونكريت هي حاجة زي الجبس بس هي مادة خاصة يعني للشغل الكونكريت، اسمها مادة المربيل، وفي كمان هي عدة بودر يعني مربيل، مادة فرنسية، كذا شركات يعني ولها مسميات مختلفة. فبتصنع من هذه الأشكال مع قوالب خاصة بالشكل النهائي للفن. يعني أنا ملاحظة أنتي قلتي إن هي مادة واحدة بس مطلعة عدة أشكال وحاجات ممكن أنتي بتلونيها بتشتغلي عليها بتصمميها، خليني أقول بتبدعي فيها وبتحاولي تضيفي لمساتك، اختلاف الألوان، تناسق الألوان اللي أنتي بتحتاجي. تلاقي صعوبة نوعا ما من جانب إنه الحصول على المادة دي أو سعرها أو حاجة زي كده؟ بصراحة بالنسبة لي في البداية لا، بس لما تطور الموضوع صار فيه طلبيات كثيرة. لا الحمد لله يعني أصبح عندي العائد اللي أنا أقدر أشتركه من دون ما أحس إنه في صعوبة أو شيء. أما بالنسبة للألوان فهي جدا الألوان الأكريليك هي اللي ساعدتني جدا، سواء في التفنيش كلون جميل كلون زي هذه مثلا. هذه أنا عملتها من جبس، هذا الجبس المعروف من دون أي مادة، تمام؟ هي مبخرة طبعا زي ما أنت شايفة، يعني الجبس ما شاء الله يعمل الشيء ذا. هذه جبس بس هي في قالب معين انت عاملاه تقريبا على شكل خريطة هنا؟ لا هو شكله الديكور. اوكي لا. كل واحد له نظرته سبحان الله الامور. تمام. وفي اشياء مثل هذه مثل فازات الدونت طبعا بالمادة الكونكريت، فهو المجان بيطلع نفس الشكل لكن في اختلافات في الالوان مثل ما عنديش واضح، اللون الابيض هنا بارز جدا بس في الجبس نوعا ما اقل درجه اقل شويه. انت بتعملي ميكس، خليني اقول ان انت ذكرتي لي من قبل انه انت بتشتغلي كمان بجانب العود، والعود اللي هو البخور مش العود العوده ايوه. فانت بتحاولي تعملي دمج ما بين الشيئين اللي انت بتحبيهم واللي لك شغف فيهم زي العود هذا ما شاء الله، وبنفس الوقت هذا كمان من شغلك، يعني الاثنين تماما من شغلك. قديش الواحد ممكن يحاول، خلينا مش اقول يتخبط، خليني اقول قديش الواحد يتنقل من مجال الى اخر لما يلاقي نفسه. انت كيف كان معك الموضوع ده؟ والله انا واجهت اشياء كثيره صراحه، ما وصلت لهذا الشيء بسهوله على مر ال 30 العام اللي انا فيهم حاليا، ولكن مش عارفه حسيت مجال الكونكريت هو مجال حلو. طبعا مجال الكونكريت فيني ادمج معه كذا مجال اللي هو مجال الشموع، مجال الريزن حاليا مشهور جدا، مجال الريزن مجال ممتع جدا جدا وفيني ادمج فيه حاجات كثيره بمختلف مواد، هذا الممتع فيه صراحه. فعلا. طيب خلونا نرجع شويه لورا مع ضيفتنا وتكلميني على جانب دراستك للغه. لما انت بتدخلي باللغه احنا كلنا عارفين ان اللغه هي من اكثر الادوات اللي ممكن تفيد الشخص او الشاب او ايا كان،
واللي من الضروري جدا انه يكون موجوده عنده سق المهارات او اي كان. فكرتك انه انا ممكن يكون معايا لغه او بتعلم اللغه ولا حالي بتلاقي نفسك فجاه اخترتي او سلكتي لمسار اخر، ايش اللي صار وتوقفتي او غيرتي وايش صار معك بالضبط؟ والله شوفي، انا لما كنت في 2000 قبل 2013 كنت ادرس جامعة صنعاء مثل ما بلغتك، بس لما اجت 2015 حصل الحرب اضطريت اني اغادر مع زوجي عشان هو كمان اضطر انه يخلص البكالوريوس والماستر في الهند. فانتقلت وقفت، وكان طبعا عندي طفله ربي يحفظها ميار، فتوقفت صراحه لظروف نوعا ما. فهنا في الهند طبعا استغليت ان انا موجوده في الهند، فبدات ما عنديش الامكانيه اصلا ان انا ادرس. فاوكي هنا كانت نقطه تحول اول بداياتي، بدات في الازياء الهنديه، تعرفت على شركات وعلى مصانع وعلى كمان موردين للازياء الهنديه. بعدها الحمد لله بدا عندي عملاء، بدا عندي اني اورد مثلا السعوديه، دول الخليج بشكل عام، اليمن، الصين، كان عندي كذا يعني كذا عملاء في كذا دول يعني بياخذوا جمله. من هنا الحمد لله استمريت 4 سنوات لين الحمد لله قادر ان انا اتمكن ادرس وعندي الحمد لله بنتي صارت كبيره نوعا ما. سجلت لغه انجليزي، كنت حابه اني اخلص او اخذ شهاده اللغه الانجليزيه. مره ثانيه انتكست وحصل عندي ظروف، فاضطريت انه وقتها يعني كان الامر الحازم انه انا مش شهاده اللي هتوقفني ولا ورقه اللي هي تتطلع النجاح اللي انا عايزاه او تقيمني او اللي تقيمني، لا ابدا. وقتها فعلا ان انا دعيت الله انه خلاص اوكي ربي، انا مش هسعى بس عني ادرس، بس مش ده اللي حيخليني استوب اوقف حياتي، لا. فعلا وقتها قررت اني انسى موضوع الشهاده شوي وابدا يعني اشوف حاجات وتلاقي نفسك بعيدا عن الورقه دي اللي بتقيمنا كلنا، واللي دائما بيعطوني الشعور انه نحن لازم تكون موجوده. تعليم حلو جدا ومهم جدا، بس ما نوقفش عندها انه الشهاده. انا رغم ذا يعني مسجلت مره ثالثه وما تنازلت عن حلم اني اخلص واخذ هذه الورقه، بس انه انا ثبتت نفسي اولا قبل اي شخص ثاني ان الورقه دي هي مجرد ورقه ممكن تفيد غيري، بس ما ممكن انها تحصرني او تخليني اكون ناجح بها او انسانه فاشله بها، مع انها ممكن تكون مختلفه كل البعد عن مجالك، ميولك الحالي، شغفك اللي انت بتدوري عليه. انا كنت بتقولي لي اول انه انا التخبطات او التنقلات اللي مريت فيها هي اللي خلتني اوصل للحاجه اللي انا بحبها الان. طبعا مشاهدينا الكرام، بعض الاحيان يقول لك حاول انه انت تتعلم شيء واحد عن كل شيء، وبعض الاحيان لا، كل شيء عن شيء واحد. طبعا في ناس بيفضلوا الخيار الاول، في ناس بيفضلوا الخيار الثاني. فاليوم بنختم مسار اجباري بكلمه بتحب تقولها ذكرى لاي حد، سواء اختار الخيار الاولاني او اختار الخيار الثاني. والله انا بقول اي شخص، لاي ست في العالم، لاي مرأة، انه السعي بيلاقي نتيجه، انه الانسان عزيمته واصراره هم اللي بيخلوه ناجح. انا مريت بعده انكسارات، ما بقول ان انا على طول كذا بدأت بيرفكت وانه انا واو حياة مثالية، لا جدا لا. تحبطت، انكسرت، لقيت كلمات مش تماما اني هذيك اللي تخليني تحفز. واجهت صعوبات جدا جدا بكوني انا امرأة يعني متغربة عن بلدي، بعيدة عن اهلي. كل هذه الصعوبات كانت موجودة وفوقها ضغط انه انت لحالك يعني. برغم هذا الإصرار والعزيمة هم اللي بيعملوا الشخص. المحاولة والتكرار، أنا يعني ما وصلت لمجال الكونكريت أو لأي شيء أنا فيه حاليا من كذا من فضاوة، لا بالعكس. يعني أنا حاولت، دخلت عدة مجالات، حتى مجال دراستي درست كذا كلية، مجال خارج عن الدراسة درست كذا مشروع، تصاميم، خياطة، مكياج، أشياء كثيرة جدا. لكن الإنسان بيلقى نفسه في وقت معين بس يظل يسعى. وحقيقة حابة أقول إنه إذا في حياتك شخص واحد صح، هو ذا الإنسان اللي فعلاً بيقودك ل يعني مستوى جداً جداً رفيع. طبعاً من خلالكم أنا حابة أشكر زوجي وسندي في الحياة، والشخص اللي كان في الغربة مثابة لي، في الأب والأخ والأسرة وجميع الأهل، وهو الداعم الحقيقي لي صراحةً. وأحب أشكره وأقول له ألف شكر لكل شيء أنا وصلته الآن. الفضل يعود لله ثم إليك أنت.